من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه تقوم أدنى من ثلثي الليل وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إن هذه تذكرة فمن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة
والله يقدر الليل والنهار، والله يقدر علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله.
الجحيم هي المأوى.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن صدق الله.